بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابنا في الله، متابعينا الكرام. من كان أيها الإخوة الكرام يعاني من النحوس طوال السنين الفائتة، من كان يعاني من صعوبات وضيق الحال وضيق المعيشة ومن كثرة الديون والأعداء وكثرة المشاكل والسحر والعوارض وغير ذلك من كل المضايقات التي يعيشها وكل الابتلاءات وكل المحن والنحوس التي يعيشها الإنسان في طوال سنين الفائتة، من مجربات أيها الإخوة الكرام ما يقرأ في أول العام هذه الآية العظيمة، فإنها بإذن الله تعالى تغير حياتك إلى الأفضل، ومن وفقه الله تعالى لقراءتها في بداية العام فإنه يمر عليه سنة عجيبة جميلة بإذن الله تعالى، تزول فيها عنه كل النحوس وكل الصعوبات وكل الابتلاءات وكل المحن بإذن الله تعالى وبركة وأنوار هذه الآية العظيمة. وهذه الآية تفيد في التحصين من الآفات، وتفيد في التحصين من جميع أنواع السحر، وتفيد في السلامة من جميع الأهوال ومن جميع الآفات، وتقضي بها بإذن الله تعالى جميع حاجاتك وتتيسر حياتك بإذن الله تعالى. من كان يعاني من التعطيل في عمله أو في سفره أو في ظروفه المالية أو كان يعاني من الفقر والنحوس وانغلاق الأبواب، فليفعل هذا العمل، فليذكر هذه الآية الكريمة في أول العام، فإنه يفتح الله تعالى عليه باليسر والفرج والفرج القريب العاجل بإذن الله تعالى، وتتغير حياته في هذه السنة إلى الأفضل، وتتيسر إن شاء الله له الأمور، ويحفظ الله تعالى من سحر الساحرين وكيد الكائدين ومن عين المعيانين ومن جميع الشرور ومن جميع النحوس والعقبات والعوارض التي تعترضه في حياته، ويحقق الله سبحانه وتعالى رجاءه في هذه السنة، وتكون سنة تغيير وسنة إن شاء الله الإيجابيات، وتزيل عنك كل السلبيات والطاقات السلبية من حياتك بإذن الله تعالى. والآية هي قلب القرآن، وهي موجودة في سورة ياسين الكريمة، وهي قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، وقلب ياسين سلام قولا من رب رحيم. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم فائدتها وعظيم أسرارها وأنوارها، وقد اعتمدها كثير من أولياء الله تعالى والعارفين بالله في حوائجهم ومطالبهم ومقاصدهم، ويتوسلون بها إلى الله سبحانه وتعالى لقضاء حاجاتهم وتغيير حياتهم واللطف في الأحوال واللطف في الأمور. ويدخلك الله سبحانه وتعالى بفضل هذه الآية في دائرة اللطف والحفظ والنجاة والأمان، ويسر الله تعالى لك الأمور والأحوال، وتتغير حياتك، وكل شيء وضعت فيه يدك يتيسر بإذن الله تعالى، وتفتح لك الأبواب بأسرار هذه الآية الكريمة وأنوارها القدسية. أيها الإخوة الكرام، من وفقه الله تعالى لقراءتها في أول يوم فليفعل، ومن شاهد هذا الفيديو في أي يوم من الأيام فليفعله بالعدد الذي سنضعه، وهو عدد أيام السنة 365 مرة تقرأ هذه الآية. ومن الأفضل أن تبدأها بقراءة الفاتحة الشريفة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ في قراءة هذه الآية المباركة 365 مرة في جلسة واحدة، فإنك بإذن الله تعالى تدخل على نفسك الفرحة والسرور والبهجة، وعلى أهلك وأولادك، ولن ترى سوءا أبدا في هذه السنة بإذن الله تعالى، ويحميك الله ويحفظك من سائر الآفات. وهذه الآية من أعجب الآيات وأعظمها كرامة، وكرامتها لا تحصى أيها الإخوة الكرام في مثل هذا الباب وفي جميع الأمور، ولها أسرار وأنوار وأوفاق وأنوار روحانية وطاقات إيجابية أيها الإخوة الكرام، فليفعلها كل واحد في الليلة الأولى من أول العام، أو في اليوم الأول من أول العام، أو اليوم الثاني أو الثالث، أو في أي يوم شاهدت هذا الفيديو، فافعلها أيها الإخوة الكرام بنية ما ذكرناه من جميع الفضائل
والخيرات والأنوار، ويزيدك الله سبحانه وتعالى من فضله، وليكن ذلك على طهارة كاملة بدنا ومكانا وتيابا بالطهارة الكاملة والنية الصادقة والعزم والهمة العالية والثقة الكاملة في كلام الله تعالى وفي أنوار وقدسيات القرآن. فالقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام حفظ وحرز وشفاء وأنوار، وشفاء من جميع الأمراض الجسمانية والعقلانية والنفسانية والروحانية وجميع المشاكل التي يتخبط فيها الإنسان في حياته. فمن اعتمد على القرآن أيها الإخوة الكرام وعلى أسماء الله تعالى في حياته وفي أذكاره، فالإشارات وردت بذلك في الأحاديث النبوية وفي القرآن الكريم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والقرآن الكريم يصلح لجميع الأمور، إصلاح القلب وإصلاح النفس وإصلاح الأولاد وإصلاح الإيمان وإصلاح الحياة والتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم الأبواب ومن أعظم التصريفات في حياة الإنسان. فاعتمدوا عليه أيها الإخوة الكرام، واعتمدوا على هذه الآية المباركة وافعلوها في أول السنة، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك الفتح القريب في كل الأمور. ومن كان طالب علم، ومن كان طالب زواج، ومن كان طالبا لسفر، ومن كان طالبا لأمور متعترة ومتوقفة وأموره لا تكتمل، فليفعل هذا السر المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لك الطريق في قلوب الناس والطريق في قلوب المعاندين، فييسر الله ويسهل عليك كل الصعوبات التي واجهتها في حياتك، وترى حياتك تتغير، وترى هذا العام متغير على كل السنين التي فاتت بإذن الله تعالى ببركة هذه الآية الكريمة. وهناك الكثير من الأسرار ما يقرأ في بداية العام، لكن الاعتقاد أيها الإخوة الكرام، الاعتقاد ثم الاعتقاد ثم الاعتقاد في كلام الله تعالى وفي آياته، فهو السر العظيم، فهو خطاب الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، وهو الرحمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى إلى عباده ليهديهم الله سبحانه وتعالى بها في الظلمات، ولينور بها الله القلوب، وليجعل الله بها التيسير في الحياة وتسهيل الحياة، ويفتح الله تعالى بها الأبواب المغلقة. والقرآن الكريم شفاء ورحمة وتيسير بإذن الله تعالى. وهذه الآية عظيمة الخواص، وسورة ياسين أيها الإخوة الكرام تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو كانت في قلب كل مسلم. فعليكم بتلاوة سورة ياسين أيها الإخوة الكرام، مرة في الصباح ومرة في المساء قدر ما استطاع الإنسان، فإنها فيها السر. أو من كان لا يستطيع أن يقرأها فليسمعها أيها الإخوة، من كان أميا ولا يستطيع قراءة فليسمعها أيها الإخوة الكرام، أو يشغلها في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة ياسين صباحا ظل فرحا مسرورا حتى يمسي، ومن قرأها مساء بات فرحا مسرورا حتى يصبح. ولها من الفضائل والخيرات، وهذه شيء هذه الأمور وقفنا عليها بالتجريب أيها الإخوة الكرام. والقرآن لا يجرب، فهو كلام الله تعالى، وهو أقدس كلام على وجه الأرض في السماوات. أيها الإخوة الكرام، من يتوكل على الله وصادف هذا الفيديو وصادف هذه الحلقة، فليفعل هذا الأمر بإذن الله تعالى، وليوصي به الناس ولينشره بين الناس في هذا اليوم، في أول أيام السنة يفعله الناس، فلك الأجر أجر كل ذاكر ذكرها، ولك التيسير إن شاء الله، وكل من ذكرها يرسل لك من أنوارها وطاقاتها الإيجابية وخيراتها وأنوارها القدسية بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.